انا عايز اوجه رساله للمقاتل. انا عايز اساله سؤال يا سياده المقاتل، الماده اللي انت عملتها دي هتخليك لما حد يهاجمك اثناء تاديه واجبك، فانا عايز اسالك كده، انت كنت بتعمل ايه في جزيره القرصايه من 3 4 سنين ولا من 2008 لما المواطن يقف يدافع عن ارضه وبيته ويشتبك معاك يا مقاتل عشان انت جاي تشيله من ارضه، ساعتها المفروض يتحكم عليه بايه؟ فيعني ده اللي خلانا ننزل نقول لا للمحاكمات العسكريه.